يا نهار ابيض. تعال تعال هنا. كم رقبته؟ بس اعمل ايه؟ ماسك سكينه. فين؟ مش هيتحرك. تعال يا زازو، تعال زازو بسرعه، تعال بسرعه، تعال بسرعه انت، تعال هنا، تعال هنا، خليك معاه، خليك معاه. طب اسامه، 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 اسامه. السلام عليكم. انا مبدئيا ما كنتش عايز اصور فيديوهات تاني، ما كنتش عايز اصور الفيديو ده، بس انا قلت لازم اصرح غلطي. الفيديو اللي فات كلكم كنتوا جايين عليا باستثناء انت فاهم حاجه ومش فاهم حاجه، كلكم كنتوا جايين عليا. والناس اللي بتقول اتمكر فيها دم وشفايفه حمراء، انا ده مش دم. شايفين اللي انتوا شايفينه قدامكم ده؟ ثانيه احط لكم دلوقتي الافكت وهتشوف ده. بعد الافكت ايديا حمراء وشفايفي حمراء، ده افكت بيتحط في المونتاج عشان يطلع الصوره كويسه، لكن ولا دم ولا اي حاجه، وانا مش بعمل دم. والشخصيه اللي ظهرت دي ولا عارفها هي زومبي ولا كائن فضائي ولا مخلوق غريب، انا ما اعرفش هي ايه. يعني انا ما كنتش اعرف ايه اللي بيحصل، ما كنتش اعرف، انا ما كنتش مستوعب. انا عايز اعمل مغامره وعايز اخليكم تتفرجوا على حاجه تكون كويسه، بس ما اعرفش المرحله وصلت لكده. الناس كلها كانت جايه عليا، انا جاي النهارده وبصور لكم الفيديو ده اصلح غلطته قدامكم. انا جاي على موتي، لا ارجع بيه لا مش هرجع. هرجع بيه النهارده لا مش هرجع. مش هقول لكم بقى حطوا لايكات وحطوا سبسكرايبات، مش عايز. انا مش عايز حاجه من كده، انا عايز المهرج وهجيبه. انا ما طلعتش لمراته، يعني انا اطلع لها اقول لها ايه؟ يعني انا السبب، انا السبب في اللي حصل ده كله. اطلع لها اقول لها ايه؟ معايا وحميد ومعايا بلال الشبكي، هرجع بيها باذن، هرجع بيه باذن الله. مش هرجع حتى لو على موت، حتى لو هيحصل لي حاجه، لو هاجي على حساب صحته وعلى حساب نفسي هعملها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا النهارده زعلان جدا يا جدعان والله. امبارح احنا ما عرفناش نجيب، اتصلوا بيا وقالوا لي تعالى، انا جيت، انا فوجئت بالموقف. انا صراحه يعني مش عارف اقول ايه، بس النهارده ان شاء الله هنجيب، احنا مش هنرجع الا بيه. ربنا يقدرنا، كلنا زعلانين والله، كلنا زعلانين جدا. انا زعلان من نفسي ان انا ما عرفتش اعمل حاجه امبارح، ان انا ما جبتش حاجه امبارح. المفروض كنت ترجع بيه امبارح. النهارده يا جدعان ان شاء الله مش هنرجع الا بيه. وهشوف حكايه الراجل الغريب اللي احنا شفناه دوت، انا اول مره في حياتي اشوفه. ما شفتوش قبل كده. يعني انا كنت بسمع عن الزومبي وعن الكائنات الفضائيه وعن الحاجات دي، انا كنت يعني بعتبرها مش موجوده في الحياه. بس لما شفته امبارح انا استغربت جدا، والموقف خدني. بس مفيش خوف، الحمد لله رب العالمين، احنا واثقين من نفسنا. وانا عاتبت مكار ان هو جه لوحده هنا، وقلت له ازاي تيجي لوحدك ومعاك الناس ديت، ازاي ما اتصلتش بيا؟ اتصلوا بيا بعد ما المورج اتاخد. فلما جيت انا ما يعني هم قالوا لي كلام انا ما صدقتوش، بس شفت بعيني. ولما شفت انا ذهلت من الموقف. والناس اللي بتقول نيجي بالنهار، الحاجات دي ما بتظهرش الا بالليل. يعني الحاجات دي لو جينا بالنهار مش هنلاقيها اساسا، مش هنلاقي ليها وجود. واكيد كلكم عارفين ومتاكدين من حاجه زي كده، ان الحاجه دي ما بتظهرش بالنهار، استحاله تظهر بالنهار. واستحالة تظهر بالنهار عشان خاطر الناس بتبقى رايحة جاية، بتظهر لناس معينة في أماكن معينة. وإحنا معانا قلة، بس إن شاء الله ربنا موجود معانا، ربنا موجود معانا فوق كل شيء. فالنهاردة إن شاء الله يا جدعان بإذن الله، بإذن الله مش هنرجع إلا بالمهرج. ادعوا لينا. النهاردة الكلام طالع بالعافية مني صراحة، يعني اعذروني لو أنا كلام بقطع فيه، بس ده من الزعل ومن الغل والغضب اللي جوايا. يا جدعان احنا دلوقتي هنخش ويا رب الموضوع ده عدى على خير. هنخش دلوقتي انا ابو حميد، المكان بعيد عننا شويه، بس دلوقتي هنخش. وبلال السمكي بيصور ورا الكاميرا. تمام. نور الفتحه يا جدعان، بس دخلهم بس اللي انت ورا الكاميرا. ثواني. بلال السمكي يا جدعان ورا الكاميرا هو اللي بيصور معانا. معلش بس.
يلا تعالى يا رب الموضوع ده عدى عدى. نور الفتح نور الفتح بليل. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. امشي امشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يلا يلا طيب يلا يلا تابني يلا نقرا شفاف يلا بدال يلا. احنا من عارفش ايه اللي وراك حاجه عايزين نخش واحده انت بس ولا تعمل وانا معاك نخش واحده واحده نخش واحد واحد ونحمي ظهر بعض بلال نحمي ظهر بعض خلي بالك من المنطقه كويس لان المنطقه واسعه مش عارفين ايه اللي بيجي حوالينا من هنا ايه ده كان في حاجات ايه كده في حاجات بتحصل في المكان في طوب اتحدف ولا ده كده يبقى المكان هايج تعال 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 يلا يلا محمد يلا محمد يلا ما نجرب اي حاجه ما نجرب اي حاجه تروح العشه تروح العشه حاسب 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 يا جدعان حاسب نور نور هنا بس الاول انا هموت وتقول لي نور هنا وسام في حاجه فوق يا سام في حاجه فوق يا في حاجه فوق في حاجه فوق في حاجه فوق نور هنا نور هنا نور هنا شبان الله عشان محمد رسول الله شبان الله عشان محمد رسول الله مش حد في حاجه فوق استنى اطلع فوق استنى استنى يا نهار ابيض فين نور كده نور هنا نور عشان نور عشان بس نور ليش استنى شبان الله عشان محمد رسول الله احس ان انا هموت النهارده في حاجه انا والله في حاجه في حاجه بس فوق في حاجة فوق في حاجة في حاجة في حاجة في حاجة فوق في حاجة فوق بس نشوف تعال 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 تحرك هنا يا ابو حميد حاجة تتحرك هنا فين حاجة تتحرك هنا فين لو كده نور هنا نور هنا في المكان ده يا نهار ابيض تعال تعال هنا كاميرا جابته مسك سكينه اه فين مش هتحرك اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله يا نهار ابيض على شكله بص شكله عامل ازاي نزل انت عايز سامع اسمع اسمع اللي انا اقول لك عليه انا واقف الاول وانت ورايا ماشي ماشي لا خلي بالك يا بلال معرفش انا بقول لك يلا هنموت يلا هنموت هتروح فين هو يعرف يتصرف يا ابني نشوفه هنا ولا هنا ايه الاصوات دي مظلمات يعني مجهوله ده اكلت حاجه مراتك كويسه وابنك مراتك كويسه وابنك
ما اخده ومشي. خده؟ وانت تقولي نمشي؟ مش قادر. مش قادر. مش قادر خلاص. بطل تصوير دلوقتي بقى. بطل تصوير دلوقتي. انا مش قادر خلاص.